قلت لي بقى هتكلم تفصيلا عن امور فنيه. انا ارجع لازم اعترض على نقطه بتاعه تغيير الفورميشن. لما اجي اغير فورميشن انا بيبقى عندي اسباب. ريكاردو سواريش ما لعبش عمره في مسيرته مسيرته الصغيره في الدوري البرتغالي، هتكلم على الدوري الممتاز الاربع سنين اللي لعبهم او الخمس سنين الخمس مواسم اللي لعبهم في الدوري البرتغالي ما لعبش ابدا 3-4-3. الراجل ده بيعتمد على 4-2-3-1 و4-4-2 باسلوب الهاي بريس، وشرحناه هنا تفصيلا في حلقه سابقه. طب ليه الراجل لجأ ل 3-4-3؟ هل لمجرد علاج بعض الاخطاء؟ خالص، الراجل بيحاول تقليل مساحات الجري، الراجل بيعتمد على اي شكل في الملعب يمكن من خلاله إراحة بعض اللاعبين اللي تم استنفاذهم بدنيا بشكل لا يمكن معاه بأي طريقة تانية أن اللعبة دي تشترك. يعني لو كلمت على علي معلول لا يمكن أن علي معلول يلعب أي مباراة في الوقت الحالي إلا بالثلاثة أربعة ثلاثة عشان أديله شوية الحرية أنه مساحة الجري. لأنه خلي بالك الفول باكس أو الأظهرة تحديدا هم أكتر لعيبة في الملعب بيقطعوا مسافات طولية. ليه؟ لأنه بيقطعها مرة وهو رايح ومرة وهو جاي، فدايما بيعمل دابلينج أو مضاعفة للمجهود بتاعه البدني. عدد الكيلومترات اللي بتتقطع كلها وكلها معتمدة على الشورت سبرينت أو لونج سبرينت، لو أنا بعتمد على جري طول الوقت أو أنا ضاغط الفريق اللي قدامي طول الوقت. إذن الراجل لجأ ل 3-4-3 لعلاج المشاكل البدنية. الهاجس الأكبر أمام ريكاردو سواريش هو المشاكل البدنية.